سأصبح رساما. أريد إعلان شيء للجميع. سأتعلم الرسم. أريد أن أصبح رساما كبيرا. هذا جيد يا بني، نحن ندعمك. ولذلك لا تزعجاني. حسنا لتبتكر أيها الرسام الصغير. ماذا؟ أنت تزعجينني كثيرا، لذلك لا أستطيع الرسم. سوف أمسكك. ماذا تفعل؟ الكل يزعجني ولا أحد يهتم لأمري. كيف سأرسم الرسمة العظيمة بهذا الشكل؟ وما دخلي بالأمر؟ لن أرسم هنا. أيتها القطة المزعجة، ألم أقل ألا يزعجني أحد؟ الطعام جاهز يا داتو. أنتم السبب، مزعجون. لو لم تزعجوني لكنت أنهيت لوحتي. لم يتبقى الكثير من الوقت، يجب أن أرسم بسرعة. لا تزعجاني اليوم أرجوكما. اسمعي يا داتو، يجب أن تركز أثناء قيامك بأمر ما، فإن لم تركز لن تنجح في إتمام أي شيء حتى وإن لم يزعجك الآخرون. ركز أثناء قيامك بأمر ما. أقول إن الصوت صاخب جدا، سيزعج ذاته بالتأكيد. إنه في الأعلى، لن ينزعج. ما هذه الضوضاء؟ أنت رائع حقا يا ذاتو، فبالرغم من الضوضاء إلا أنك أنهيت لوحتك. أجل، أنت محق يا أبي، أنا أستطيع أن أرسم جيدا إن ركزت على هذا الأمر.
إبقاء الطعام في الطبق. أمي أبي لقد شبعت. كم مرة قلت لك يجب ألا تبقي طعاما يا داتو؟ أنت بخيلة ولا تريدين أن ترمي هذه الكمية القليلة. كل حبة في الطبق هي ثمرة لتعب الغير، فكل حبة من هذا الأرز هي من مجهود وعرق الفلاحين يا داتو. والمال الذي نشتري به الأرز نتعب أنا وأبوك في جنيه. هل زراعة الأرز بهذه الصعوبة؟ أستطيع زراعته. أنت طفل مشاغب حقا. لنقم بتحدي يا داتو، ما رأيك؟ وما هو؟ إن زرعت الأرز سنأكل المتبقي منك أنا وأمك نيابة عنك. حسنا، أنا أوافق. ما الصعب في زراعة الأرز؟ هذا سهل. الجو حار. أعد الأرز لي. غير مسموح لك بأكل الأرز خاصتي. وسأبقي طعاما أنا أيضا. وأنا سأساعدك. لتحمي الأرز إذا، إن العصافير تأكله خلفة. مستعدان؟ أجل. زرعنا البذور، هذا عمل رائع. سنفوز عندما ينبت الأرز من البذور. لا تنسى أن تسقيه بالماء. صحيح، كنت سأنسى هذا. لتحمي المكان وسأذهب لأجلب الماء. حسنا. لقد جاء الماء، هيا لسقايته. ماذا تفعل؟ هذا الماء سوف نسقي به الزرع لا لكي تشربه. شيومين، اجعله يذهب بسرعة. أسرع. الطعام جاهز. لقد انتهيت. لن أبقي ولا حبة أرز مرة أخرى. Ha 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 ha
جنية الأسنان. داتو اسمع، يجب أن تضع السن المخلوعة تحت الوسادة، وستأتي جنية الأسنان وتأخذه في المساء. هل فهمت الآن؟ جنية؟ تقول أمي إنها تترك الهدايا. لقد تركت لي ملقة للشعر على شكل فراشة، وتركت لي سيارة. هذا رائع جدا، لن أنام في المساء. إن داتو ينتظر هدية جنية الأسنان بحماس. إذن لنجهزها له. حسنا إذن، ولتكن أنت الجنية. ولماذا أنا موافق. استعد، سأحضر الملابس. هل سأتنكر؟ قالت أمي جنية الأسنان تنتظر أن ينام الأطفال حتى تأتي. إذن أنتما لم تريا جنية الأسنان من قبل. حسنا، أنا سوف أمسك بها اليوم، وتعاليا غدا لترياها. أمي أبي تصبحان على خير. اذهبي يا شوتو، ولا تجعله يكتشف الأمر. أيمكن ألا أذهب؟ كلا. سأنتظر قدومها. جنية الأسنان، ماذا سأفعل الآن؟ لتظهري لي أيتها الجنية وأريني الهدية التي جلبتيها معك. إن رأى الأطفال جنية الأسنان ستختفي، فإذا كنت تريد الهدية فأغمض عينيك. جنية الأسنان، لم تعطيني الهدية بعد. أيتها الجنية، لا تهربي. لماذا تهربين مني؟ لن ينجح الأمر هكذا، علي أن أتصرف. كل هذا بسبب زوجتي. أيمكن أن تجعليني أراك؟ هيا. كلا، أنا أريد أن يراك أصدقائي فقط. لا يجب أن يراني الأطفال. أريني وجهك، سينكشف أمري. ها؟ انظر لما فعلته يا شوتو، أنا غاضبة. جنية الأسنان تكون أبي؟ أنا متنكر. هل ستأتي الحقيقية؟ بالطبع، اذهب إلى غرفتك وانظر، لقد وضعت لك هدية بالفعل. لن تنام هذه الليلة حتى تنظف المطبخ يا شوتو. أمي أبي، لقد وضعت جنية الأسنان هدية لي حقا، انظرا إنها سيارة. رائع جدا، لتلعب بها مع شاومينغ. ولكنها لم تأخذ سني. بني، عليك فقط أن ترمي بها عاليا نحو السماء وستلتقطها الجنية. لا تنسى أن تقوم بتنظيف المطبخ. هل أنت مستعد؟ واحد، اثنان، ثلاثة، هيا. نتمنى أن يكبر داتو ويكون بصحة جيدة. لماذا أنا سيء الحظ؟ هه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 
طريقة جديدة للنوم. لا تشاهد التلفاز، لقد حان موعد النوم. اسمحي لي أن أشاهده قليلا يا أمي. يجب أن تذهب إلى السرير الآن. أغلق التلفاز. حسنا. لماذا يجب أن أنام الآن؟ في هذا الوقت تنام الحيوانات الصغيرة. حقا يا أمي، لكن الكثير من الحيوانات تستيقظ الآن. يكفي. هيا يا داتو، اذهب لكي تنام. حسنا، ولكن أريد أن يخترع لي أبي طريقة جديدة للنوم. يا أمي، ما رأيك بهذا؟ طريقة جديدة؟ أجل يا أبي، هذا صحيح. أنا لا أبالي ماذا ستخترعان. ما عليك فقط هو أن تذهب وتنام. رائع جدا يا أمي، سأذهب للنوم الآن. كيف سأخترع طريقة للنوم؟ هل نمت يا أبي؟ هل أنت نائم حقا؟ كلا. ولماذا لم تنم حتى الآن يا أبي؟ سأغمض عيني لأنام. انتظر يا أبي لتجرب النوم وعيناك مفتوحتان. ولماذا أفعل ذلك؟ سيمكنك النوم والقراءة في آن واحد. لا أحد يستطيع فتح عينيه أثناء النوم. الأسماك تنام بهذا الشكل. الأسماك تعيش في الماء. عرفت لماذا لا تستطيع النوم يا أبي، تعال معي. ماذا تريد أن تفعل يا داتو؟ أضيف الماء في الحوض. ولما هذا؟ إذا نمت في الماء كما يفعل السمك ستتمكن من فتح عينيك. لماذا يجب أن أفعل هذا؟ ستنام وتقرأ في نفس الوقت، أليس رائعا؟ أنا لا أريد. لا. كيف مكانك؟ أرجوك هيا، أريد أن أنام الآن. كلا، يجب أن تساعد داتو في اكتشاف طريقة جديدة للنوم، وبذلك سيحب داتو أن ينام. حسنا، ولكن دعيني أنام قليلا يا عزيزتي. كلا. هل أنت نائم يا أبي؟ لست كذلك. هيا فلتتشجع يا أبي، فهذه طريقة النوم وأنت واقفا التي اكتشفتها خصيصا من أجلك. أنا أحب النوم جدا، ولكنني لا أحب الوقوف. لا أفهمك. ينام الحصان بهذا الشكل ولا يحتاج لشراء سرير. ولكنني لست حصانا. أحب النوم على السرير. أحسنت، سوف تنجح بالتأكيد يا أبي. لا أريد النوم واقفا. يا أبي، يجب علي أن أكتشف طريقة جديدة. لما جعلتني أتسلق؟ أريدك أن تنام، إنها طريقة جديدة. حقا يا داتو، هل سأستطيع النوم؟ اكتشافي الجديد ليس أن تنام بهذه الطريقة. وكيف يجب أن أنام؟ تنام كما يفعل الوطواط. لا يمكن. جرب فقط، يجب أن تكون شجاعا. الوطواط ينام رأسا على عقب لأنه يملك أجنحة، فإن لم يتشبث جيدا يمكنه أن يطير، ولكنني لا أملك أجنحة. رائع جدا، لقد نجحت. حقا؟ جميل، هذه طريقة رائعة. نعم نعم. والآن هيا نم يا داتو. سأكتشف طريقة جديدة بعد أن أستيقظ. حسنا، إن الطريقة القديمة جيدة، صحيح يا عزيزتي؟ Thank you.
لنتحدث بعد أن تستيقظ. أخيرا أستطيع الآن أن أنام. سوار الحظ، سوار الحظ للصغار، لتأتي بسرعة وتشتري السوار الذي يجلب الحظ السعيد. هيا اشتري بسرعة قبل أن ينفذ السوار. سوار الحظ الرائع الذي يجلب الحظ السعيد. أيها الأطفال اشتروا سوار الحظ. تعال أيها الطفل لترى سوار الحظ المدهش. هل تريد واحدا؟ هذا الذي يدعى بسوار الحظ يا سيدي. من يرتدي سوار الحظ يصبح أكثر إنسان محظوظ في العالم. ها؟ 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 بكم الواحد يا سيدي؟ إنه رخيص جدا، سأعطيه لك بمئة يوان. إنه غالي. إذا لبست سوار الحظ لن يغضب أبي. سأجرب. انظر ماذا فعلت أيها المزعج. كم مرة قلت لك غير مسموح باللعب داخل البيت؟ ها؟ أوه، وجدتها. أرى إن كنت محظوظا بالخارج أيضا. سآكل شطائر العسل التي تعدها أمي. لدي سوار الحظ، لن تحدث مشكلة. لنعد شطائر العسل. داتو هذا خطير جدا. أنقذوني. أنقذوني. أعطتنا المعلمة واجب تسميع قصيدة من الشعر القديم، كيف نسيت؟ لكن لا مشكلة، فأنا لدي الآن سوار الحظ. لما تبدو حزينا يا داتو؟ سألتني المعلمة اليوم عن الشعر القديم ولكنني لم أستطع تسميعه يا أبي. ما دام الأمر هكذا لماذا لم تحفظه بالأمس؟ لقد توقعت أن سوار الحظ سوف يساعدني ولكن لم يفعل شيئا يا أبي. لا يوجد سوار يجلب الحظ في هذا العالم يا داتو، هذا غير حقيقي. ولكن السوار جلب لي الحظ حقا بالأمس. هذه صدفة فحسب وليست حظا حقيقيا. داتو استمع إلي، يجب أن تجتهد في عمل أي شيء مهما كان، لا يجب أن تعتمد على الحظ في كل شيء.
إن هل فهمت يا داتو؟ تذكر هذا. لقد فهمت، سأعود إلى غرفتي وأحفظ الشعر القديم يا أبي. أنت حقا طفلي الوديع. صحيح يا داتو، من أين لك بسوار الحظ؟ أنفقت 100 يوان لشرائه. 100 يوان؟ ومن أين لك بهذا المال؟ قل لي كيف أتيت به. كنت يوم أمس. ماذا يوجد هنا؟ لمن هذه النقود يا أبي؟ أنا مشغول الآن لنتحدث بعد الظهيرة. حظ مدهش. أنا قادم إليك أيها السوار. المال الذي جمعته بدون علم أمك، لقد كنت أنوي أن أشتري به شيئا يجعلني أكسب الكثير. يجب أن تجتهد في عمل أي شيء مهما كان، لا يجب أن تعتمد على الحظ، أليس كذلك يا أبي؟ أوه.